انطلق في أشغال هذه المداخلات وهذه الأعمال والعنصر الضامن للأورغانغرام ومكتبة أصلي مؤصل في استراتيجية وسيلة والعنصر الضامن للمهام المختلفة والمتنوعة جهد وأموال ومساحات للأرشيف إلى ذلك. خطاب السيد رئيس الجمهورية واش يقول؟ الرقمنة ثم الرقمنة ثم الرقمنة، وهذا نظن لأول مرة. ممكن السادة الأمناء العامون تيتر كو لوطوروت كو لي زوبيتو سيت فيزيون دو ليك الي فير دي زيتود اي فوار لوتر رياليتي دي كونوتاسيون قال بوسييرو بارفوا كومبروميتونس مختصة على مستوى المديرية العامة من المادة السابعة من القانون حيث يتم البروبليم كنا كونستاتي قانون حول الأرشيف الوطني يحدد يعني بصفة مفصلة أن الوثيقة هي التي تحمل معلومات أخبار، وهذه المعلومات تكون رسمية تكون موثقة. حتى نتمكن من الانتقال إلى البعد الرقمي لابد أن نحدد للمقتضيات الرسمية المعيارية والقانونية لهذا البعد الإداري وهذا التحول الاستراتيجي الذي ينادي به السيد رئيس الجمهورية نحو الانتقال الرقمي. الحكومة الإلكترونية هي أن نحول الحكومة الكلاسيكية الإدارة الكلاسيكية من إدارة تعمل بالأوراق بمكاتب بموظفين يستقبلون المواطنين إلى إدارة ترتكز على تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يعني ليس هناك تنقل، ليس هناك أوراق، ليس هناك مكاتب. هذا هو التحول الرقمي للإدارة. عندنا لا سيكوريتي، دونك لا سيكوريتي اي لا كونفيدونسياليتي، وكما قال السيد المدير اليوم عندنا قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اللي هو ماشي يحمينا، يعطينا الأطر القانونية باش نحميو المعطيات ذات الطابع الشخصي اللي راكم تستعملوها اليوم في الإدارة عندكم ولا في المؤسسات الاقتصادية.